حضرتك عارفه ليه المحامي عايز يكون مكواجي؟ المحامي ليه عايز يكون مكواجي؟ ليه؟ عشان يطبق القانون. عشان يطبق القانون. طب ثانيه حضرتك عارفه ليه؟ لا ثانيه بس اديني فرصه اضحك. اللي بعده. ايوه في بطاريات اتاخرت على الشغل. لا قولي من الاول. في بطاريات اتاخرت على الشغل فمديرها راح قال لها ايه يا فندم ما لسه باتري. في معاناه. طب قولي. في مره واحده اسمها نور ماشي فراحت تغسل وشها فباباها راح قال لها حسبي نور لحسن تتكهربي. نكت. في ضغط بيطلع.